السلام عليكم، كيفكم داير البنات؟ ان شاء الله كتكونوا بخير وعلى خير. اليوم خرجت نشري نايل، زعما كاش ما نخطف منه من ايوا. لقيت المحل اللي كنت اكله عليه عارف، لقيتها شعب ديو في الكونستراكشن ايوا مبلعين واحد الجهه. ها كنت نروح عند الهنوده، شحال ما تجيش من هذه الجهه. هادرو عند واحد المحل تاع هنودا يبيعوا المكسرات، وما اللي يبيعوا غايه ويبيعوا بومبري. ايوا راني رايحه عندهم. ما مكسرات خاصني غير الكاوكاو، ماما مو كاوكاو بندق، هادو هما اللي بغيت نشريهم. المهم البنات خليكم معايا، ما تنسوا لي لايك، خلوا لي لايك تاعكم شجعوني. عباكم دخلت شحال من محل، غير من جي جايه منا قلت لنا نبدا ندير فيديو. هذا من ناحيه عند حلودا ندير لكم فيديو. ها جاي شويه بعيد، المهم ها جاي في داك القنت اللي انا راني جايه ببعيد ابي. ريسونسي خليكم معايا حبيباتي، ما تروحوش لبعيد. سي بون قربت، لا شوف هاد الجهه كاع تاع هنودا. هذا محل ثاني اللي هي ها يبيع غايه ثاني الصوالح والهنودة. الناس اللي ما تعرفش وين تشري الحمص المطحون تاع الكاران تروح عند هنودة، يعني تحوس على محل تاع هنودة. هما اللي يبيعوا الحمص المطحون، الحمص المطحون تاعهم شباب بزاف، يبيعوا شكاره كبيره، شفت لكم شحال يبيعوا شكار صغار في سوسيال. هذا هو ها وصلت له، غادي ندخل. بنات المحل تاع هنودا شوفوا عندهم كل خير، خاصة هادو هاد الصوالح هادو الجافين كيما نقولوا، اللوز الكركاع الكاوكاو المشماش البرقوق كل شيء عندهم، حتى الفواكه الجافة عندهم. هذا هو محل تاع هنودا، تلقوا فيه كاع هاد الصوالح كل خير، لي زيبيس مكسرات فواكه جافة. الخضرة عندهم ثاني شابة، شوفوا الله يبارك، شوفوا المكسرات عندهم كميات كبيرة ما تلقوهاش في محل واحد اخر. نودا هما المحلات المشهورين بهاد الصوالح هادو، لي بري تاعهم ملاح كيما هاد الشكارة تاع بيستاج 9 دولار دير، يعني شكارة كبيرة فيها غاية بيستاج، ممكن تشوها بلاصة اخرى غالية. هنايا هذه هي الكاران البنات، هذا هو الحمص المطحون، يجي علامة الكاران تجي هبال هبال. هذه هي لامارك البنات اللي ما يعرفوش وين يشروها يشروها منها. ماني خرجت من عندهم، ديت عليهم على البندق ما لقيتش عندهم صوالح بزاف. غادي ندخل هذا، هذا جا غير صغير تخاف فيه الغاشي، شحال خطر نلقى فيه الغاشي. تقريبا الصوالح اللي فيه كيما اللي في المحل الاخر، خاطر شوف ما كاع تاع هنودا هادو. شوفوا لي زيبيس على كل نوع عندهم، حتى لي زيبيس تاعنا يعني مكتوبين بالعربيه وكل شيء. شوفوا لي زيبيس مشهورين، مشهورين بلي زيبيس ومكسرات الصوالح هادو، باقوليات هادو، حمص لوبيا، شوفوا الله يبارك، شوفوا العدس الحمص، شي صوالح اخرين ممكن كاع ما شفناهمش تلقوهم عندهم. ما شاء الله يعجبوني صوالحهم. شوف كيما هنا انا ندي عليهم حمص بزاف، شوفوا شكاره مكبرها ب4 دولار، ندي عليهم حمص. وانا غير ملي راني لابوسات وكلشي وبنتي ما عندي كي ندير، ما انا ندي بزاف صوالح عليهم، يعني انتهز الفرصه كي نجي عندهم خاطر هما شويه ناقصين عليا. شوفوا هنا يجبر الله يبارك على مكسرات، شوفوا نواط كاجو اللوز جبل جبل، هنا شكاره تاع كاوكاو تشد لكم شحال. هذه هي البنات، سي بون البنات راني خرجت من عندهم. شوف الحاجة الشابة عند هنودا البنات اللي ساكنين هنا، لي زيبيس يبيعو بكثرة، شوفو كاع لي زيبيس عندهم، لي زيبيس تاعهم قاطعين بزاف، يعني لي زيبيس تاعهم تخدمو راس الحانوت، واحد راس الحانوت تخدمو شغلكم. أنا خدمت بيهم من قبل علامة، كيما قلتلكم البنات راس الحانوت تخدمو بلي زيبيس تاعهم. شا نقولكم يجيكم معطر وقاطع، كذلك الحمص عندهم بكثرة الحمص، وكما وريت لكم
الاخر حمص مطحون تاع الكيران هذاك هو، هذيك هي الكاليتي الشابه. شوفوا هنا الترين، ها هو التراك. ايوا هذه هي، ما انتمش كاميركم بزاف لداخل البنات على خاطر كاين الغاشي، كان الغاشي يقعدوا يشوفوا من هنايا ما كاميرتش بزاف. بصح شوفوا المحل تاعهم معمر معمر، الله يبارك بليزيبيس بالمكسرات، كلشي كلشي عندهم. ايوا على هذا اللي ساكنين هنا ننعته لهم ان شاء الله يروحوا له ويستفادوا منه. ايوا ليسونسي راني موليه ان شاء الله نلقى هذاك السيتها ونحال باش نشوف نشري عليه حلقه وموله ونولي للدار. المهم هذه هي طريقي سي اش مارتا، يعني جيت لقيت حال حل واحد الجهة كنت عليهم الحلقوم، هما عندهم الحلقوم ها هي، هذه هي الحلقوم تاعهم ندي وحدة. المهم ها هي البنات، شوفوا كاين هذه بالبيستاش كاين هذه نورمال. هيا نزيد نكمل شرقالي ونشوف الدار. سلام ماما، كنت انا حوست على الحل التقوية غير هنا في البلاصه اللي كنت فيها. هذه دير لهم ماما 5 دولار بالبيستاش شابة، هذه هي حلوة ترك البنات القناطر ومش عارف يسموها ليسونسيغ. سي سي بون شي كاسوار حيت كنت جاية على بالهم حاجة من حاجة من خفيفة يعني غير انا وراجلي. ها صاير روح للدار ليسونسيال البنات، راني خرجت شريت سي بون كمل. المهم كملت كاع صوالحي، وهاد الصوالح لازم المرا تشريهم ماشي الراجل. راجل كنت عارف سيرتو هنايا خاطر حاجه ما تكونش حلال ولا منا، انا كلشي نرفده ونقراه، وليت نقرا كلشي. شيكولا نص الشيكولا حرام، فيها الخنزير نصها كاع حرام، ولا تلقوا فيها الشراب. أولي هذا لازم تحرزوا رواحكم. ناس الغرب بالنسبه ليا انا يعني وعائلتي وكل شيء، بغيت نقول لكم نهار نيل شنو نديروا، حنا نديروا الشرشم كما بزاف ناس في بلادي يديروا الشرشم. هذا القمح، شوفوا حنا القمح هذا في امريكا يطيب بالخف، يعني كي طيبيه مع الفول والحمص شوفوا هو يطيب يولي معجن والفول يكون مازال ما طاب لكمش. يعني الا واحد خطا شريت واحد القمح نظن على محل تاع عرب، كان يعني بيه بالجلفات تاعه وكانت الحبه شويه كبيره، هذاك اللي طاب لي مع الفول يعني طاب عادي. بصح هذا اللي نلقاه دائما شوفوا كيفاش داير، هذا بالخف يطيب. فلي هذا شاني دايره هنا في الكدره تاعي، راني دايره الفول والحمص يطيبوا لي، غادي نطيبهم واحد 15 دقيقه هاك ولا 20 دقيقه قد ما يدخلهم الطياب مليح، ان خاطش علاه يدخلهم الطياب بالخف خاطش راني درتهم في الليل، يعني درتهم كاع الليل وهما في الماء نفختهم مليح. ومن بعد غادي نزيد عليهم هاد الشرشم ونعسه في الطياب خاطش بالخف يتعجن. المهم حنا النهار الاول عندنا الشرشم، نديرو الشرشم ونديرو دجاجه محمره في الحشا. يعني انا ملي نعقل على روحي ملي كنت صغيره الناير انا دائما ديك الدجاجه محمره نشروها من برا، يعني هي اللي نتعشوا بها ومع الشرشم. ماما في داك النهار ما طيبش، طيب غير الفطور. نحكي لكم زعما على دارنا كيف شفوتو الناير، عندو ديك لاطاخت وفي الليل نقسمو لاطاخت نقسمو الحلويات كلشي كلشي هذوك. الله الله شوفو الناير، بغيت نقول لكم ماشي تشرو صوالح وتشرو بزاف صوالح ومنا، يعني كي تشرو بزاف صوالح هذاك هو الناير الشباب. لا الناير الشباب هو اللمه العائليه، كي تكون كاينه لما عائليه هذاك هو الناير كاع مخير. كي يكون كيما نقولوا عائله كبيره فيها الجدود فيها العمام فيها، هذاك هو الناير الحقاني. يعني هذا العائله الكبيره يشرو غير حاجه يعني حاجه خفيفه ما يشرو الصوالح بزاف، بصح كي تكون هذيك القعده تاع العائله الكبيره يجي داك الناير بزاف شباب. اما هي بصح ما تشري بزاف صوالح وتقولي اه هذا هو الناير شباب تاعي، لا ناري يبغي العائلة، يبغي اللمة، يبغي الوالدين،
يبغي الخواتات، يبغي الخوت، يبغي حتى العمام والخوال وكل شيء. احنا على بالنا كما نعرفوا بزاف ناس هاي كاينه مشاكل، صله الرحم راهي معدومه تقريبا، كاين غير شويه تاع الناس اللي محافظين عليها. وباش الواحد يحافظ على صله الرحم لازم يكون من الطرفين لازم تكون على الاقل شويه محبه، باش هكا البنادم يبقى على صله مع صله الرحم تاعه. ايوا هذه هي، ان شاء الله نتمنوا ربي يدير الخير، وان شاء الله نبقوا مجموعين ان شاء الله مع عائلة. المهم البنات، ها هو الشرشم تاعي، شوفوا كيفاش طاب، يطيب على حبه ويجي شباب بزاف بزاف. تابعوا هذا الطريقه تاع الطياب اللي عطيتها لكم، خاصه البنات اللي مساكنين هنا، غادي يعجبكم ما يتعجن لكمش. ايوا خليكم معايا. الدجاجه ها هي راني درت لها تتبيله وخليتها يعني قاعده تشحال، مخلوها ليله كامله. هنا راني نقلي فيها، درت شويه زيت شويه تاع زبده. ايوا راني غادي نحمرها على الجهتين تاع الجوايه، نحمرها ومن بعد ندخلها في الكوسه. هذه هي الدجاجه تاعي. بعدها راني مدخله البصل والران والثوم، هادو هما تبغوا الطوماطيش تبغوا الطوماطيش. نعاود درت لها هاد البلاط، درت فيه البصل، درت فيه الزروديه والطوماطيش والرنب. هيا وشفت شويه من هذاك الزيت درته من التحت. وهنا راهي عندي هذه لا ماريناد اللي درتها بالشبانه. انا دائما نرقد الدجاجه في الليل، لخاطر خليتها شحال من ساعه رقدتها. هذا هو لا ماريناد تاعها. هنايا عندي الزيت وعندي شويه دهان ذوبتها، وعندي فلفل، ملح، كمون، المهم لي تيتيس اللي تبغوهم ديروهم، ونخل والليل. غنوري لكم الدجاجه تاعي، ها هي اللي حمرتهم كاع الكباب. شوفوا هادي كي تحمروها كيما هاكا بالطريقه ثاني شاده بزاف. هادي كي ديروها في الكوسه بالخف طيب لكم، وما تحطوها هاديك القشره تاعها تكثر تجي بنينه بنينه. وصافي غادي نقلها نحطها في هذاك الصلا ونشعل الكوسه نخليها ثاني تحلى مليح. ايوا ندخل هاديك ندخل الصلا تاعي بلا ما نغطيه، ندخلها كيما هاكا نورمال. ها هي شوفوا الله الله كيفاش جات. زدت قصت عليها هذاك الزيت اللي كان في المقلاة، داك اللي دا فرغت عليها، وغادي نفرغ عليها هذا. وهنا غادي نزيد نص كاس تاع ما وندخلها الكوشه. نص كاس ما ماذا بينا يكون دافي ولا حامي، ما يكونش بارد. ندخلها ونخليها. هذه هي، هاي تغير شاهدكم في الجنة حبيباتي. ليسونسيال من بعد نوريها لكم كي طيب كيفاش تجي دايره، ونوري لكم النار تاعي. خليكم معايا حبيباتي وما تروحوش لبعيد. والدجاجه تاعي ها هي بعد ما تحمرت، الله الله عليها جات ما شاء الله، بنه بنه. جربوها البنات، بس ما تنسوش تجربوها. من تحت درت فريت شويه تاع فريت، هنا دورت السلطه ودرتها هي من الوسط، وهذه يعني هذيك لا مارينات تاعها اللي درتها فيها انا حطيتها على جهه، وجات لاصوص ما شاء الله روعه روعه. ليصوص غادي نتعشوا نغسل الماعين ومن بعد نيروا. هنا ها هو النار تاعي، قلت نوريه لكم غير هنا في البوطاجي، خاطر شكون ندي غادي بنتي راهي مجتا روحها. راكم تعرفوا غراوين، خاصه نخافوا عليهم المكسرات وكلش كي يكونوا صغار، خافوا عليهم هاكا يسرطوا حاجه ولا على هذا. قلت نوري لكم هنا النار فيه غرضيك ومن بعد عاد نديه. هنا كما شفتوا هذا هو النار اللي شيتها معك الخطره اللي فاتت، وكاين شي صوالح جابهم راجلي من قبل كيما هذيك الشيكولا، هذيك غولف صح، هاد الصوالح كيما هاديك حلقوم، هادو مكسرات شيتهم معاكم الخطره اللي فاتت. ناير هذا هو تاعنا، راني غير انا وراجلي. ان شاء الله كل عام نيرو ونعاودو مراها لكل عام ان شاء الله يا ربي. والناير يبغي الجماعه ويبغي اللمه ويبغي العائله، ولكن ما ماشي مشكل نحتفل انا وعائلتي الصغيره، نيرو في رحبه. وان شاء الله العقوبه للسنين الجايه ان شاء الله نيرو في البلاد باذن الله تعالى. لصوصي ان شاء الله فيديو كنا لاعجابكم، ما تنسوش خلوا لي لايك، خلوا لي كومونتير تاعكم. والناير هذا جار وطار هذا الفيديو، بصح ما عليه، ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم برك. انتظروني في فيديو جاي ان شاء الله، فيديو جاي غادي يكون ممكن غادي نحط لكم خرجات حويسه ولا غوسيت. لصوصيال خليكم معايا حبيباتي، ما تنسوش اللايك. وها هي بنتي شوفوا بدات تدشن في الشيكولا، هي اللي عجبتها هي الاولى دشنتها، كلشي خليتها مبلع، تديتها رقدت باش حليت كلش. المهم نقول لكم مع السلامه حبيباتي، وتهلاو لي بزاف بزاف في رواحكم.